صباح الخير وكل الخيرات لكل الأصدقاء متابعينا بحلقة جديدة من مشاكل وحلول. ضيفنا اليوم رح نحاول معه نوضع النقاط على حروفها بموضوع شغل الرأي العام اللبناني من أقصى إلى أقصى على مساحة أرض الوطن 10452، الكل معني بارتفاع سعر الاتصالات إنجاز التعبير أو تعرفة الاتصالات. اليوم من خلال المعطيات اللي نحن هلا عم نحكي عنها بنعرف الواقع والقدره الماليه للمستهلك اللبناني للدوله اللبنانيه حتى، ولكن مش استغربنا، ولكن كان ممهد لهذا القرار، ولكن قرار مجلس شورى الدولي يلي اوقف تعميم رفع الخليوي في انتظار القرار النهائي. منقول لحد اليوم مكانك راوح، الموضوع بعده ماشي. معالي الوزير المهندس جوني القرم تبلغ وقال انه يلزمه 15 يوم لحتى يجاوب. بالانتظار حبينا مع ضيفنا اللي هو الدكتور نبيل نقول للنائب السابق من خلال رساله وصلتني على الواتساب، بيقول انه مفترض انتم تدافعوا عن حقوق المواطنين، ليش ساكتين وليش بالعين لسناتكم؟ هذه العبارة بصراحة استفزتني وقلت له ألو تفضل، مفترض نحن وأنت على الهواء نقول قديش ممكن نسعى بالدفاع عن حق المواطن وكيف ممكن نوضع نقاط على حروف هذا الموضوع. دكتور نبيل الأولى النائب السابق، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك وبحيي المواطنين من خلالك، وبتمنى لهم أعياد سعيدة وأطحن. نعم. بارك هيدي مثل صرنا من المجاملات اللي بنقولها لبعضنا اللبنانيين. نعم. مجاملات لانه بالفعل مجاملات، لانه ما بعرف اذا بعضنا بنعتبر حالنا شعب واحد. طب قلي ليش زعلان اليوم كثير؟ ليش زعلان؟ ليش زعلان؟ قل لي. ليك بدي بلش بخبريه صغيره معلش. تفضل تفضل، انا كنت رح بسالك عنها بعد شوي. اي خبرتني اياها وهي مؤثره جدا. خبريه صغيره رح خبرك اياها. ثاقبت مثل كل المواطنين اللي عم بينزلوا على ابواب البنوك، ثاقبت واقف بالصف ورا المكنه اللي بتعطي مصاري كل شهر على ذوق صاحب البنك وعلى ذوق رياض سلامه. ف احد الجنود اللبنانيين اللي بحيي الجندي اللبناني من خلال هالمحطه هيدي بحط كارته بده يسحب 250 ألف رايح على عكار تشوف عائلته بمناسبة الأعياد، ترفض له المكنة ما بتعطيه ال 250 ألف، بيسحب هالكارت وبيفوت لعند في محل حلو تحت البنك، بيفوت عند محل حلو بيقول له هيدا بطاقتي العسكرية وهيدي هويتي، إذا ممكن ديني 250 ألف تروح شوف عائلتي عيد أنا وياهم، وبس أرجع بسترد بطاقتي العسكرية وبسترد هويتي وبعطيك ال 250 ألف. الموظف ما بيقدر، قال له ما بقدر أنا، هيدا عندي حسابات ما بقدر أعملها. كان أحد الأشخاص موجودين يقوم بشيل 250 ألف من جايبته وبيعطيه إياهم. إجا عم بيعطيه بطاقته تذكرته عم بيعطيه للشاب. رفض هذاك الشاب قال له لا ما بقبل ولو يا وطن. كرت دموعه العسكري. وينك يا شعب لبنان؟ وينك يا وزير؟ وينك يا مجلس نواب؟ تقبل عسكري جندي اللي عم بيحامي عنك، عم بيحامي عن وطنه، انه ينزل وتنزل دموعه مشان 250 ألف؟ يعني بالشوم من وزير اتصالات لوزير داخلية لوزير دفاع لكل الوزراء اللي موجودين بالدولة اللبنانية. يعني بالشوم عليكم. وهيدا اللي استفزني انا، وهذا اللي خلاني اني اجي لاني كنت حالف ما بدي اروح على التلفزيونات انا. ليش ما بدك تروح؟ لانه ما بقدر، لاني ما بقدر مسح جوخ، ماني معود مسح جوخ. مين بيطلب منك تمسح جوخ؟ دائما انت مرحب فيك تحكي رايك وحريتك. قال له لبعض المحطات اذا بيقبلوا اني اطلع واحكي حريتي، بدهم اياني احكي اللي هن بدهم اياه، وانا اللي بدهم اياه ما بدي احكي من اللي حدا بده اياه، انا بدي احكي اللي انا بشعر فيه. طب اليوم انت عملت بيان الوكاله الوطنيه نزلته وتدعو فيه المهندس جوني قارم وزير الاتصالات بحكومه. نعم. تصريف الاعمال بوقف تعميم رفع تعرفه الخليوي. اولا نعرف قراره لمعالي الوزير مع. نعم. احترامي له. نعم. منه قانوني، لانه اولا كل قرار كل شيء بخص وعليه متوجبات ماليه. نعم. اي بده قانون
يعني يخضع لمجلس النواب. ما فيك انت تتصرف باللي بدك اياه. بدك تقلي انه هيدي مؤسسة خاصة؟ لا، ما انا مؤسسة خاصة، ما توخزني، صار لها مدة استردتها الدولة. والفا والام تي سي هن مشغلين، يعني هن انت بيشتغلوا عند الدولة، يعني عم تيشتغلوا عند الدولة، مش هن اللي بيقرروا الاسعار. نعم، انت اللي عم بتقرر الاسعار. فاذا انت باي قرار بدك تاخده بده قانون بمجلس نواب لعليه متوجبات مالية. ما فيك تطلع هيك انت تفكر حالك انك انت سوبرمان وتعمل اللي بدك اياه. طب كيف ينقذ هذا القطاع؟ بيقول انه هي ضرورة لانقاذ هذا القطاع. تعرف كيف ضرورة؟ ضرورة. انا عم بلش بالعكس. نعم تفضل. لانه حبيبي بدي اقول لك شغلة، افترض اليوم انت زدت، بكرة صار الدولار ما بعرف بقديش وصارت الصيرفة ما بعرف بقديش، شو غيرت بالموضوع؟ نعم. وين انقذته؟ طيب بدك مزود، ما في مزود، مصرف لبنان ما مضي لحتى يجيب مزود، ما بتجيب مزود، بتقلهم لانه ما في مزود ما فيني مشي القطاع. وين تحسين؟ اذا بدك تزيد بدك تحسن الخدمه. وين تحسين الخدمه؟ كيف بدك اشرح لي كيف بدك تحسن الخدمه؟ نعم. هاي وعد. بدك تحسن الخدمه، حسن الكهرباء. بدل ما انتوا تزيدوا على تعرفه التليفونات، تفضلوا اعملوا تعرفه مضبوطه للكهرباء وزيدوا ساعات التغذية للكهرباء، هيك ساعتها بتوفر على الاتصالات وبتوفر على كل الناس وفيك تحسن بالخدمة. ولكن انت عم تخدني على المجهول بمحل انت مش قادر تضمنه، وانت فالي البكرة مش قادر تضمنه. اللي بده يجي من بعدك بقول مش انا. وبعدين يا حضرة الوزير بتقول ابتداء من اول تموز. نعم. اللي عنده فاتورته بده يدفعها بثمان تموز، عاية سعر بيدفع، عم بتدفعوه على سعر صيرفة اللي صرفهم بشهر حزيران، عم بتدفعوا اياهم بتموز على سعر صيرفة. كيف هالشغله؟ طب انا صارت معي، يعني انا صارت معي. طيب انه شو يعني صار انه طبيعي يعني معك يعني؟ لا، نحكينا مع مكتب الوزير وشرحوا وبرروا، ولكن بعد بعد انحس من هيك. واحد شيري يا خيي بطاقه شريه مسبقة، مسبقه مسبقه للدفع. طب خيي دفع حق الزلمه وخلص، بتقشطوا مصرياته بتقول له انت هيدي بقاش تسوى، شغالي ب $100 بتقول له بقاش تسوى $100، صار تسوى $4. لك يا عمي سرقه موصوفه. بعدين وين وحده المعايير بالدوله اللبنانيه؟ يعني دولار 1500، دولار القضاه 8000، دولار ال 158 12000، دولار ال شو اسمه صيرفه 25 و400، والسوق السوداء 30 و40 وما بعرف قديه. طيب فيك، نحن وين عايشين؟ بدولة مزارع ولا عايشين بدولة موحدة؟ بعدهم بينقهروا بس نقول من حي الشعب السريلانكي. لا، بحي الشعب السريلانكي لأنه شعب واحد، بس ما بحي شعب مقسم على نفسه وراكد ورا زعيمه ورا طيفته. لا، ما بحيه. أنا بحي الشعب يلي بحس بوجع الآخر. بعدين حبيبي أنا أجت فاتورتي $100. طيب عندي حسابي أنا بالدولار بالبنك، بقول لك خي اسحب لي اياها من ال $100 اللي عندي اياها بالبنك. بتقول لي لا، بدي اياها فريش ماني. طيب كيف هيدا يعني؟ ما فهمت. يعني حسابي بالبنك صار ورق، وبدي وعم تعترف انت كوزير انه حسابي بالبنك صار ورق. وينك يا شعب لبنان؟ وينك انت الشعب القوي اللي قال لك ميشيل عون يا شعب لبنان العظيم؟ وينك اليوم؟ بس شاطر تنتقد رئيس الجمهوريه؟ شو عمل رئيس جمهورية؟ شو عنده صلاحيات؟ قائد القوات المسلحة الخاضعة لمجلس الوزراء؟ شو يعني؟ شو معناتها؟ يحضر جلسات مجلس الوزراء ولا يصوت؟ أما الرئيس مجلس إدارة بيحضر مجلس إدارة وبيسكت ما بيحكي. شو له دار؟ وبرجع بدي حمله مسؤولية. لا، بدك تحمل رئيس جمهورية مسؤولية، أعطيه مسؤولية. وجاب حمله، أنا أول واحد حمله ساعتها رئيس جمهورية. وبعدين ما تكذبوا بالاعلام والاعلام الخسيس والناس النفوس الخسيسه بالبلد. لا. اللي بتطلع بتقول انه نبيل نقول عم بهيج الشعب اللبناني على رئيس الجمهوريه لحتى يشيلوه من بعده. مين اللي قال؟ هاي انا لازم اعرفها ولا لازم تعرفها؟ نقل عن لسان نبيل نقول ولا هيك؟ لا، هني عم بيقولوا نسب، هني عم بيقولوا يعني نقل عن ثاني وين؟ لا. نقل عن ثاني وين؟ وين القضاء ما بيحقق فيها؟ ولو انا عم حرض على رئيس جمهورية، طاوح يكموني ولا خيزة مزبوط.
إذا أنا حكي هالكلام حكموني عم حرض على رئيس جمهورية. نعم. هالشي مش مقبول. أنت اليوم وزير. وزير بدك تخضع للقوانين، المادة 81 82 83 88 من الدستور اللبناني اللي بتقول لك أي قرش بدك تزيده وتحطه، ما في موازنة، طيب كيف أنت عم بتزيد وبعد ما طلعت موازنتك؟ منك مصوت على موازنة، كيف عم تعملها هالأشياء هذه كلها سوا؟ كله غير قانوني غير قانوني غير قانوني. سعادتك الوزير بيقول إنه أخذ قرار بزيادة تعرفة الاتصالات بسبب وجود مشاكل مع الموردين. اضطر يعمل. مين الموردين؟ ما بعرف، هيك هو ببين وقايل لا مجال لأي مصلحة أن تستمر بالعمل على سعر 1500 ليرة في هذا الظرف، غير ممكن. لكن بكره بيجي بيقول لك الجمارك لا مجال للكذا على أساس خلق 1500، وهيداك بيقول لك لا مجال، وهيداك بيقول لك لا مجال، طيب. كلهم يغني على لا، شو بصير بالبلد؟ طيب ليش بس كلهم لا مجال؟ نعم. والمواطن بده يعيش بمليون و500 ألف، في مجال يعيش بمليون و500 ألف؟ أكيد لا. أكيد لا. أكيد أكيد. ليش دائما دعس المواطن؟ ليه؟ كل واحد بس يوصل على السلطة بينسى أنه هو من الشعب؟ ليش خرجت من السلطة؟ ليه خرجت من السلطة؟ لأن ما بدي يكون شاهد زور. على؟ شاهد زور على كل اللي عم بيحصل اليوم. لا. أنا فيني يكون اليوم بالسلطة وقبل بهالشيء اللي عم بيصير؟ وين مجلس النواب اليوم؟ وين دوره يا خي؟ طب وين زملائك؟ قريب منهم انت وينك؟ انا خيي ما انا ليك ما بعوف حدا، مش اذا بده يكون خيي نايب بقول له بهالوضع هيدا انت مش عم بتقوم بمهامك كما يجب، منك عم تقوم بمهامك كما يجب، السلطه اللي اعطاك اياها الشعب انت عم بتخونها للسلطه اللي اعطاك اياها الشعب. نعم. بعدين بقول لهم من صار 6 سنت فرق بالتليفونات قامت لايامي وكسروا الدنيا، كان الدولار ب 1500. نعم. على 6 سنت اليوم صار الدولار ب 30,000، بيطلع ناس بينتقدوك لانك عم بتقول شو اللي عم بيصير. طب انت على شو مراهن؟ قلت في حال لم يتم التراجع عن قرار زياده تعرفه الاتصالات، كل القوى المعارضه والمجتمع المدني ستاخذ قرار الاضراب المفتوح والنزول الى الشارع. ايمتى؟ ما بعرف. طلع جوابكم الوزير. نعم. ما انا لا اعتبرت استفزني كلام الوزير. نعم. ما لك حق يا معالي الوزير، لا وطنيا ولا اجتماعيا. ما تواصلت معه ابدا؟ لا. ليه؟ ما بيرد عليك ولا بيرد على الكل؟ ما بيرد عليك. انا الي سنتين، الي سنتين. نعم. عندي انترنت بالبيت. نعم. ما بيمشي. ما بيمشي؟ ما بيمشي وعم بدفع وبتلفن على الوزارة، وحكيت مع الاستاذ كريدية وقلت له، قال لي بعت لي رقمك، بعت له رقمي، ولهلا ما مشي الانترنت عندي. طيب خدي بعت لي حدا يشوف ليه مش ماشي الانترنت عندي. جاري تقول لك انه في شتي وصيف تحت سقف واحد، جاري عطوه فيبر اوبتيك، انا الكابل مضروب تحت الارض، ضرب الكابل الفيبر اوبتيك لإلي، بس جاري اللي بعيد عني 10 امتار مش مضروب. طيب اذا مضروب مين بيصلحه؟ انا بدي صلحه؟ ليه ما بتجوا بتصلحوا؟ وما عندي، قلت له طيب عم بتدفعوني ما كل شهر عم بدفع انترنت، لان اذا لحقت ولغيت وبعش فيني ارجع استرده. نعم. طيب عم بدفع انا كمواطن مثلي مثل غيري عم بدفع. طيب ليه ما بتامنوا لي الخدمه؟ طب اليوم في ظل الكلام بعدين حبيبي بدي لك شغله التحسين. نعم. انت لما بدك تاخذ مني مصاري هيك. نعم. ما بتحسبني على الدقيقه، عم بتحسبني انت على الدقيقه، لازم يكون على الثانيه كسر الثانيه. يعني ما عندنا امكانيات تقنيا، ما عندنا امكانيات نطلع. سالنا امكانيات، سالنا الوزير بمقابله معه هون. ليش ما بتقول لي ليش تقنيا؟ ما بعرف. لا ما هي العديه والثانية، شو فرقت؟ يعني بدك تبرم هالمكنه من الدقيقه للثانية، بعدين تقدر تحكي مكالمه هي بتستغرق عاده 10 ثواني، بتلفن 10 مرات يعني 10 دقائق. يا اخي كيف هالشغل هذا؟ ليه ما بدها تزبط؟ عم بتكلفني كل مخابره 10 دقائق. نعم. مش 10 ثواني، 10 دقائق عم بتكلفني. قبل ما تحكي بالزوده حسن الخدمه بالاول، عمول تحسين للخدمة، غير بطريقة تحسين الخدمة. مش انت بدك تدفعني على الدقيقة وبينقطع خطي 10 مرات بالثانية، مش بالدقيقة بينقطع 10 مرات. طب دكتور نبيل، بعد هذا البيان وهذه الصرخة وهذه الصراحة، ما لقيت تجاوب من حدا ابدا؟ كتر خير الله، التجاوب الوحيد هو اللي موجود من فخامة الرئيس. نعم.
اللي هو بيقول لي نبيل يعطيك العافية. نوجه له تحية سوا لفخامة الرئيس. بيقول لي نبيل يعطيك العافية، نعم. هذا بيقول لي شو بده يقول لي؟ لأنه ما طالع بإيده شيء وبيحملوا مسؤولية بالظهر. ما طالع بإيده شيء وبيحملوا مسؤولية بالظهر، إنه هو مسؤول، هو بعد شوي بينفخت أسطر مجرير، عرفت كيف؟ بده يقول حق رئيس جمهورية فقط أسطر المجرير. ما بيقول في مؤسسة مجبور تروح تساوي خط المجرير، لا رئيس الجمهورية لازم ينزل. لو كنت بموقع مسؤولية اليوم أنت بوزارة الاتصالات وبدك تاخذ قرار، شو بتعمل؟ فوتهم على الحبس أول شيء، تعرف مين السبب؟ مين بدك تحبس؟ مين؟ اللي كانوا سبب الانهيار، مين سبب الانهيار اليوم؟ أخي بدي بلش من محل اللي عم بعمله ترقيع، عم برقع بنطلون مهري. بأول شيء بفوتهم على الحبس، مين السبب يا أخي؟ قبل أي محاكمة يعني؟ أخي أنا مش عليك. مشان هيك بقول لك فوتهم على الحبس، لأنه لما طلبنا المساءلة، لما طلبنا المساءلة ما حدا راح. خي ليه بس القضاء للمعطر للفقير؟ بس القضاء للفقير؟ إنه الفقير مجبور يروح على القضاء، وإذا ما راح بتلاقي طبوا عليه القوى الأمنية من استقصاء لمعلومات لا لكل اللي بدك إياهم، وبيجروه من بيته، من بين عائلته، من بين ولاده، إذا سرق له رغيف خبز. نعم. بس اللي سرق وطن ما بيجي يروح يوقف قدام القضاء ويقول له انا مش حق علي، انا كان في مجبور اعمل اللي عملته للاسباب التالية. مين جبرك؟ لازم اقول فلان وفلان 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 وفلان، يسميهم. مش بقول له لا ما بدي روح، وبيحموني اللي لازم يتسموا. نعم. طب اليوم يعني بعد كل هذا الكلام، الدعوة لقرار الإضراب المفتوح ممكن نلجأ له ولا يعني كلام وتصعيد مواقف؟ نحن مش إذا مفكرين إنه الشعب اللبناني حيضل نايم مثل ما هو نايم ومقسم مقسمينه، نعم. مسلم وشيعي ومسيحي وماروني وما بعرف شو، إنه نحن من نايم عن خديتنا رايقين لأنه الشعب اللبناني مقسم، نعم. لا يمكن إنه يصير مثل الشعب السريلانكي أو مثل الشعب التونسي او مثل الشعب المصري، لا لانه مقسم طائفيا. بدي اقول لهم بده يجي نهار الوجع ما له لا دين ولا طائفه ولا لون ولا زعيم، نعم ما له. طب اليوم هذه المعطيات، يعني نحن عولنا بالانتخابات مؤخرا، هلا عندك نواب التغيير، وينن؟ مش مزبوط، وينن؟ 13 نائب عم بيحاربوا هلا نائب، نعم. كل يوم بيتلفنوا بدهم 4 مرافقين أكثر من هيك، شو عم بيعملوا؟ أو عم بيقولوا أنا مثلا أستاذ جامعة خيي، نعم. متفرغ أو ما بعرف شو بسموه، طيب ليش ما لي حق أقبض معيشين؟ نعم خيي أنا عامل اقتراح قانون بمجلس النواب سنة 2017، نعم. مقدمه على مجلس النواب يا دولة الرئيس نبيه بري، نعم. ليش ما بتطلعوا من الجرور على أساس تفرغ النائب؟ نعم. على أساس تفرغ اللي بده يترشح على النيابة خلي يعرف، نعم. إنه مش جاي نزهة، هو جاي يشتغل، يتفضل يتفرغ، مش هلأ نية قيمتهم على أساس، نعم. أنا أستاذ جامعة، نعم. ما بدي أدفع بقى، ما بدون يدفعوا لي بقى معاشي بالجامعة وبدي أقبض بس معاش النواب ما بيكفيني، بدي أقبض، نعم. معاشين، كيف هذا الشغل؟ ما عم بفهم كيف هالشغل. طيب ما المواطن شو عم بيصير فيه المعطر؟ طيب ليه ما عم فكر بالمواطن؟ أنا تفرغت سنة 2005، نعم. أنا كان عندي عيادة، سكرت عيادتي وعضيت على جرحي، بعت أملاكي لحتى لي اتفرغ للنيابة. مزبوط مكتبك بدك تسكره؟ ما بقى معي مشي، والشباب اللي كانوا يشتغلوا معي فلوا شي على كندا، شي ما بعرف على أفريقيا شي. طيب شو بعمل؟ ما عندي القدرة، لا سرقت ولا نهبت، ولا كان عندي شغلة تانية كانت تطلع لي مصاري لحتى لي إلا مهنتك كطبيب أسنان. كنت طبيب أسنان، سكرت عيادتي لأتفرغ للنيابة ولأتفرغ لعمل لمساعدة الشعب، طلعت بالنية لا من دي ولا من ده، هلأ لاني قادر بقى ساعد الناس ولا بقى قادر ساعد حالي. ماني عم ببكي، كتر خير الله، عم بتوصف الواقع مثل ما هو، عم بقول لك شو اللي فيه، عم تقول لي بدي سكر مكتبي، نعم. ايه بدي سكر، ماني قادر كفي، شو بعمل؟ فاتورة الكهرباء قديش؟ فاتورة المي قديش؟ كل جمعة كل بيت بلبنان كل جمعة شو انه 20,000 لتر يعني،
نعم. شوب وغيره ايام صيفيه اليوم بده يتحمم، على الاقل ما تطلع ريحته بكفي جيبته فاضيه كمان تطلع ريحته. طيب بده على الاقل ستير مي حقه ايديه مليون ونص ليره حقه اليوم ستيرن المي، والكهرباء 5 امبير كهرباء قديش قديه بيطلع عليه؟ ما بدي اقول لك مليونين، خي مليون ونص صاروا 3 مليون. نعم. وهلا اني فاتوره التليفون اقل شيء 700,000. طيب منين بياكل بشو؟ وبنزين لا احلى شيء في منهم بيقول لك هذا لوكس، ما تاخذ تليفون خليوي لخيي. طيب ليك بدي اعمل باسبور، انا اليوم بدي اعمل باسبور، فوت على المنصه. كيف فوت على المنصه؟ بعيط عن السطح انه انا بدي موعد مشان اجيب باسبور، حقي بالباسبور شيلوا لي اياه ان شاء الله ما يطول تكون يعني. بما اول موعد اعطينه بال 2023، شو بتقول ان شاء الله ما يطول؟ اول موعد بال 2023 يا اخي بقول لك فوت على المنصه. خي بدي اروح الطعم انا مشان الكورونا متفشي بالبلد كله سوا، فوت على المنصه. طب اي منصه بدي فوت اذا انا ما بقى عندي انترنت؟ كيف فوت؟ بصرخ عن الطريق تا يوصل صوتي؟ ان شاء الله صوتك دائما يبقى عالي. بالختام شو بتحب تقول للناس اللي كانوا عم بيتابعونا؟ بالخلاصه انت اصدرت هذا البيان ايمانك منك انه الشعب موجوع ومش قادر انه يتحمل، ولكن بالمقابل تنكون موضوعيين ومنطقيين تنعطي الوزاره حق اذا هن بدهم يستمروا بهذا القطاع. انت تفضلت يطالبوا يطالبوا بزياده تعرفه الكهرباء ويدفعوا كل الناس كهرباء، مش ناس بسمنه وناس بزيت. نعم. وساعتها لما تتحسن الكهرباء على القليله 4-5 ساعات يوميه بصيروا يشرجوا بطارياتهم ويعطوني الخدمه ذاتها وبالسعر اللي كنت عم باخذه اللي هو نعم. اعلى سعر بالعالم، اللي هو اعلى سعر بالعالم. اغلى ايه اعلى سعر. انا خي عندي تليفون فرنساوي نعم. ب2 يورو بالشهر، ب2 يورو وبحكي قديش 150 جيجا عندي انترنت. كيف عم تستعمل الانترنت فرنساوي؟ ما فيني استعمله هون، بس انه بفرنسا عم بحكي عن الفرنساوي. نعم. اذا عنده أوكي. تليفون فرنساوي بيدفع 2. ليه انا بدي ادفع اقل شيء 77 دولار بلبنان؟ اقل شيء بكذبوا عليك 77 دولار اقل شيء بين تي في وبين هودي اللي بيعطوك اياهم. نعم. معه بيطلع 77 دولار. سيدي الحديث رح يكون له تتمه معك لانه نحن مواكبين ومتابعين معك. بالختام شو بتحب تقول؟ انا اللي بحب اقول للشعب اللبناني نعم، إذا أنا عم نبه مش معناتها أنا عم بحرض، أنا عم نبه. بزمانات وقت بال 2011 وقت صار النزوح السوري قلت لهم انتبهوا يا جماعة، هلأ أني هذا نزوح، بعد شوي رح بصير لجوء، بعد شوي رح يصير مطالب، وبعد المطالب رح بصير إرهاب. واليوم عم بقول لهم ما تستهونوا الشعب اللبناني، اليوم عم بيطالب. نعم. انتبهوا اذا وصلنا مثل بقيه دول العالم، والهيدي اللي ما بتمنيه للبنان انه نوصل مثل ما وصلوا لبقيه دول العالم اللي مرقوا بنفس الخط اللي نحن مرقين فيه. انا عم بنبه مش عم حرض، هذا الفرق. انا بدي اشكرك يعني النائب، نقول النائب السابق مفكر ترجع تترشح للانتخابات. لا 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 خلص انا لا 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 ما هممني هالموضوع هيدا ولا بيعني لي شيء بقى. انا هون بقول لهم لبقيه وسائل الاعلام انا بشكرك استاذ نقوله، لانك على القليل قلت لك ليه بالعين انسانكم، رديت علي بكل جرأة وقلت لي تفضل شرف. انا اتحدى بقيه المحطات الاعلاميه خلي يسترجوا يطلعوني على محطتهم يسترجوا بس. خوفتهم؟ لا مش مخوفتهم، يسترجوا ليه؟ اللي عم يفضحهم. موثقه الفضيحه؟ موثقة؟ ليك لما تشوف انت ميت بالارض، انت بتجي بتصوره مباشر ميت، شوي بيجي بيسالوك بتقول له ما شفت شيء، ما انت صورته ميت، بتقول لي ما شفت شيء. شكرا صديقي، شكرا لك سعادة النائب السابق الدكتور نبيل نقولة، شكرا لك. لكم. اصدقائي رح نتابع معكم مشاكل وحلول بعد هذا الفاصل. إشارة المخرج باسم جابر لنتابع سوا مشاكل وحلول. ما بعرف إذا فينا نقول اللي رح نحكي عنه بهذا القسم هي مشكلة فعلا ولا إلى حلول. قد يكون الواقع صعب دقيق من خلال كل المواكبة والمتابعة واللقاءات. المعجوق جوزيف
بالوراء اللي هي امامه رئيس جمعيه جاد الشبيبه ضد المخدرات جوزيف حواط. اهلا وسهلا فيك. يعطيك الف عافيه، صباح الخير. يعني نحن بنحييك وبنحيي جهودك وديناميتك اللي عندك، وكمان من خلالك رح ينضم لنا سعاده اللواء الدكتور سعد معن، رئيس خليه الاعلام الامني ومدير دائره العلاقات والاعلام بوزاره الداخليه العراقيه، لانه كثير مهم نعرف كنت عندهم طبعا تحت شعار من اجل العراق خالي من المخدرات، اقامت جامعه جلجامش الاهليه بالتعاون مع الوزاره دائره العلاقات العامه والاعلام. مهرجان سينمائي اول انت عولت عليه كثير، وهلا نحن وياك نحن عم نحكي قلت لي هلا بده خبرك عن اول مكتبه بالعالم عن المخدرات، شغلات كثير حلوه ومهمه. خلصنا بلبنان لحتى ننتقل نحن عربيا. هلا الوضع الحالي بلبنان مأساوي. نعم. بالنسبه لجاد، وما فينا نقعد هيك ننطر، يعني مثل ما بيقولوا عم نجرب نطلع شوي من لبنان. نعم. يعني وضعنا تخيل مثلا مدية البنك بجبال تبعنا سكرتنا حساب، بتكون تدفع 350 دولار فريش دولار بالسنة يو بتسكر بطل عنا. ليه بدك تدفع؟ سألنا المحامية تبع الجمعية قال البنك بيمضوك على 40-50 ورقة ما بتعرف شو هني أصلا. وبحق كل بنك يحدد قديش رسم التاكس تبع حسابك. هلا في تسجيلات هي قالت لا مش فريش دولار، بيلعبوا على الكلام، بس بدهم المبلغ وتسكر هلا المهم سكرونا الحساب. يعني حساب جمعيه قلنا من سنه 81 جمعيه، وصار لي هلا ترجع تفتح حساب ما بعرف. عم رحنا شفنا وزير العدل، جيت بدي اقدم شكوى على هذا البنك، معي واتساب مسجلين ورسائل صوتيه و جمعية المصارف، مصرف لبنان، جمعية الرقابة على المصارف، ولا حدا بيقبل الشكوى. ليه؟ ما في محل تتشكى بالنيابة العامة، النيابة العامة يعني راحت 3-4 سنين وركود وللأسف موقع الإلكتروني تبعنا الويب سايت، بدك تجدده بالفيزا كارت، ما عندنا فيزا كارت، ما فينا نجدد، ما عندنا موقع إلكتروني، معقولة جمعية ما عندها سبل تواصل اجتماعي، ما عندها حساب بالبنك؟ ايه طبعا بدك تطلع من لبنان، اكيد بدك تجرب تهرب بريت لبنان، تبلش تعمل شيء برا. ما انتم من الجمعيات الناجحه. بس قد ما بتكون ناجح قد ما بيحاربوك اكثر، يعني اليوم امبارح من 3 ايام كان عندي اعلامي فؤاد بو غادر نزل شيء بالنهار كثير مهم ساعدته فيه. ارقام واحصاءات جايبينه من قوى الامن الداخلي، اول مره انا حكيت جوزيف مسلم صديقنا بنوجه له تحيه، الجنرال النشيط، وحكيت رئيس شعبة مكافحة المخدرات، أول حدا بلبنان بجمع الأحصائيات، أنا كل سنة بجيبهم وبعمل أتيود عليهم وبقرنهم. وقلت إنه 4 مرات زاد عدد المدمنين اللي عم يجوا على جمعية جاد، نحن السنة الماضية يمكن كورونا لوي عدد المدمنين، كل مدمن بيجي بفوت على المستشفى بينفتح له ملف بينعطى رقم. أوكي. قامت القيامة شو هالجمعية، هودي تجار، هودي عم بيطلعوا بالإعلام إنه عدد المدمنين زاد. ليش تجار؟ أنا إنه كيف عم نقول إنه 4 مرات زاد عدد المدمنين السنة. عم نشتغل على 16 موضوع باراليل مع المخدرات. أول شيء الانتحار، صرنا يوم إيه يوم لأ في شخص عم ينتحر. حوادث السير، امبارح كنت عم بحكي مع استاذ لحود لحود زايدة الاعلى بالشرق الاوسط، صرنا 5 قتلة من يومين بفرد نهار بحياتها ما كنا نشوف. انا هيدا الشهر منزل فق ال 40 خبر على صفحتي، مش عم بنزل بقى على الجاد لانه عم بينطرونا انطاره لينتقدونا. في حالات بي ذبح اولاده، خي قاتل خي، هو ما كنا نشوفهم قبل. تسمح لي نقطع حتى ناخذ اتصال، صار الاتصال جاهز مع سعاده اللواء الدكتور سعد معن، رئيس خليه الاعلام الامني ومدير دائره العلاقات والاعلام في وزاره الداخليه العراقيه. الو الو، اهلا وسهلا. بدي احييك حضره اللواء عبر تلفزيون لبنان، اهلا وسهلا فيك. وانا بدي حييك. الله يحييكم حتى الكل، اهلنا الاعزاء في لبنان العزيزه. شكرا سيدي. يعني تحت شعار من اجل عراق خال من المخدرات، يعني جوزيف كان عم يخبرنا عن مهرجان سينمائي اول اقامته جامعه جلجامش الاهليه بالتعاون مع وزاره الداخليه دائره العلاقات والاعلام. شو كان الهدف من هذا الفيلم سيدي، اذا امكن توضعنا بالصوره لنصل الى واقع من اجل عراق خال من المخدرات؟ شكرا لك طبعا، وهذا الموضوع مهم. الحمد لله في العراق بعد الانتصارات التي حققت الارهاب لم يعد المهدد رقم واحد، بل تراجع كثيرا. لعله المشكله الان هي المخدرات، لذلك هناك جهود كبيره تبذل من قبل الحكومه العراقيه
وخاصة وزارة الداخلية في الحد من هذه المشكلة. وعلى ضوء ذلك هنالك إجراءات قانونية وإجراءات إدارية. والجانب الآخر اللي أخذنا هو موضوع الإجراءات التوعوية والتثقيفية لتبيان مخاطر المخدرات وأثرها على العائلة وعلى المجتمع بصورة عامة. وركزنا على شريحة الشباب من خلال تفعيل الشرطة المجتمعية. ويعني كان الرأي أن نأخذ أكثر من فكرة، منها موضوعة المهرجان اللي يقيم في جامعة جلجامش، مهرجان الأفلام القصيرة. طبعا الأفلام كانت يعني بمدة تراوح من 3 إلى 5 دقائق لكل فيلم، ولكنه يحكي قصة حقيقية واقعية. بالتالي كان هناك تفاعل كبير جدا من قبل الطلاب والعشرات من الأفلام اللي اشتركت وانتشرت بشكل كبير، تفاعل كبير جدا. بالتالي صناع الأفلام أصبحوا هم رسل للتوعية والتثقيف في الحد من هذه المشكلة. وفي ذات الوقت أيضا كان هناك أفكار جديدة طرحت حتى استفادت منها مديرية حماية الأسرة والطفل وباقي أيضا المؤسسات الإنتاجية. نعم سعادة اللواء، اليوم إذا بتسمح لي، هو كان شرط يعني هذا المهرجان السينمائي التصوير بالموبايل فقط، مظبوط؟ هذا صحيح، نعم، هو السينما الموبايل حتى يكون الموضوع سهل وبسيط وسلس، خاصة أنه في وقتنا هذا اليوم لم يعد هنالك يعني مزاج الجمهور حتى يشاهد فيلم مدة ساعة أو أكثر. اليوم ترى أنه الانتقال في مواقع التواصل الاجتماعي يحسب بالثواني والدقائق، لذلك كانت الإجراءات بسيطة بأنه التصوير يكون من خلال الموبايل وأيضا السيناريو يكون قصير والفكرة واضحة. بالتالي الوصول إلى يعني الفكرة من خلال التوصل إلى قلوب الجمهور والتأثير فيه. يعني سعادة اللواء، عم بخبرني سي جوزيف حواط أنه رح يكون لك زيارة قريبة إلى لبنان بإذنه تعالى. يعني أخونا أستاذ جوزيف هو واحد من حقيقة من الأعلام في موضوع مكافحة المخدرات ونفتخر نتعامل معه، وهو لديه خبرة ليس على مستوى المنطقة ولكن حتى على مستوى العالم، خاصة في المجال التوعوي والتثقيف وحتى في المجال الإجرائي. نعم نشكرك على الشهادة. يعني أيضا إذا بدك تسمح لي يعني من خلال هذه المعطيات اللي عبر عنها صديقي جوزيف حواط بقول لك شكرا على هذه الشهادة. وطبعا نظرا لأهمية هذا الموضوع رح نترك الجزء والقسم الأكبر لحتى وقت اللي تشرفنا إلى لبنان يكون لك لقاء معنا خاص لتلفزيون لبنان. عندك كلمة أخيرة بتحب توجهها سعادة اللواء؟ تفضل. وشكرا لكل العاملين في هذا التلفزيون المميز وهذه القناة المميزة، وبالتالي مشكلة المخدرات هي مشكلة الجميع، لازم علينا أن نقف جميعا للحد منها سواء في لبنان الشقيق أو في العراق أو على مستوى المنطقة. كلما كانت هناك حضرة اللواء أنا قبل ما ينطع على الهواء بعدك معنا؟ نقطع الاتصال، يعني أنا بدي أعتذر منك، نقطع الاتصال، نحن في لبنان. بدي أقول لك يعني بالختام تحيات المديرة العامة لتلفزيون لبنان الأستاذة فيفيان لبوس صفير، وبانتظارك وقت اللي بتشرفنا إلى لبنان، أهلا وسهلا فيك. جوزيف، يعني هذا النشاط اللي أنت عملته كنت عضو باللجنة اللي صارت، يعني طبعا كان الشرط تصوير بالموبايل، يعني اللي شو كانت خلاصة هذا المهرجان بصراحة؟ لأنه كان في جوائز بالملايين تقدمت للفائز الأول والثاني والثالث، وكان في جوائز يعني تحفيزية أخرى. ليك جامعة جلجامش عندهم مديرة شغل أنا وياها قبل بمنطقة بيروت، دكتورة ريما نابلسي، بنوجه لها تحية. نعم. ودكتورة ريما نوعا بيطحش، يعني تجي تقدم 10 سلولار، تجي تقدم بالملايين من الليرات جوائز، وفكرتها عم بتحفز الشباب، يعني صحيح، وفكرتها انه تعالوا ما بقى نروح عند خبراء، تعالوا نشوف هالشباب كيف بتفكر. نعم. بموضوع مكافحه المخدرات، كيف بدها توصل رسائل التوعيه لها. هلا هي الفكره بلشت بالعراق، الخبريه الاحلى رح نعملها بايلول بلبنان، النائب مارون الخولي مشكور منظم مهرجان السينما الفرانكوفون بايلول بلبنان، 86 دولة مشاركين فيه. انا استلمت الافلام التوعية اللي لها علاقة بالمخدرات،
تواصلت مع اخواننا بالكويت بسلطنه عمان عم جمع افلام من العالم العربي معمولين. نعم. ولح يكون في بمهرجان السينما الفرانكوفون بايلول بارت للافلام الخاصه بالمخدرات. هاي تجربه اخذناها من الاخوان العراقيين. حلو. وهيدا الحدث عم نشتغل عليه وعم نحضر مع النقيب، ولح يكون معه كمان حمله اعلاميه للمهرجان السينما ككل، ولح كون انا مرافقه بالبارت يلي خصه بالمخدرات، افلام الخاصه بالتوعيه من اخطار المخدرات. هيدي بايلول. بايلول الارض 86 دوله مشاركين مهرجان السينما. ساعات اللواء امتى رح جاي على لبنان؟ حضره اللواء عم نحضر له البروجرام، زياره فخامه الرئيس، زياره قائد الجيش، كليه فؤاد شهاب كليه فؤاد شهاب للاركان، رح يكون لقاء حمله اعلاميه مع حضرتك، حكينا حضره المديره. نعم. وحضرتك رح يكون في له لقاء تلفزيون الاساسي الرسمي تبع لبنان، عم نحضر له اسبوع لا ياخذ الموافقات وناخذ الموافقات ونظبط التاريخ. بس عم نعمل شغله نحن وياه. بدي اشكر الدكتوره رندا فخري عون، دكتوره عميده بالجامعه اللبنانيه بكليه الحقوق بجل الديب. عم نعمل حدث عالمي، اول مره بينعمل مكتبه تخصصيه رقميه ورقيه خاصه هلأ بين لبنان والعراق. مركزها وين؟ بالوقت الحالي لح تكون للأسف بالعراق. ليش؟ بس هي لح يكون للأسف بفرح بدنا نكون. لازم تكون بلبنان. يعني أنا جمعت هالأرشيف 41 سنة، فيها 17 ألف كتاب ومنشور وسيدي وديفيدي، وتتلاقي 17 ألف كتاب عن موضوع المخدرات، ما حدا جامع هالكمية الهائلة من هالكتب والهالأرشيف. للأسف المتحف محل ما ضببهم ديبو تبعنا عم نطفي مكانات رطوبة لأن ما عاد عنا اشتراك موتور، ما عنا قادرين بقى ندفع، عم بتعفن هالكتب هالديفيديات على رطوبة مش عم بيمشوا بقى. لح ننقذ هالأرشيف وننقله لبلد تاني. عم نشتغل مع دكتورة عون، مشكورة دكتورة رندا، إلى شي 10 أيام تواصل كل دقيقة بدقيقتها. عم نشوف مرحلة تانية مع المكتب اللي افتتحوها بدبي من 4 أيام، أكثر مكتب، أكبر مكتبة بالعالم. عم نفكر كيف بدنا ننقذ هالأرشيف خارج لبنان. مجموع أسئلة بدي أجوبة سريعة منك. يعني وقت اللي سمعت منك عم بتقلي قنبلة موقوتة بمرفق بيروت، 4 مستوعبات أو كونتينرز كبار فيه داخلهم كمية كبيرة كوكايين وغير أنواع مخدرات، لهلأ ما في قرار بتلفون. طيب أنا بس بدي كب هالمعلومة. تفضل. للبرد ما يطلع شي مسؤول عم بيحضرنا. تفضل. شي وزير، شي نايب، فخامة الرئيس، شي محافظ بيروت، لأنه يأست وتعبت 41 سنة وعود. تفضل. 41 سنة ايه وتكرم عينك وما بقعد يردوا عليك. اليوم عنا هو موجودين على بور خطورتهم بتوازي خطورة المواد اللي كانت موجودة وانفجرت بأربعة ايه. طب إذا كيلو كوكايين ليه أربعة كونتينر يعني؟ ليه؟ هلأ يمكن مبارح مثلا هلأ عنا عملية كبيرة كتير مش عم بيسلموه لقوى الامن، عم بيبقوا لانه المستودعات تبع قوى الامن ما عدة ساعة، بيقولون خلوهم عندكم على مرفق بيروت. مرفق بيروت بدك تحط حارس قضائي، بدك تنطر الكونتينر 24 ساعة. اذا موظف عامل اجنبي مر على بور بيروت وبتعرف الفوضى بالمراكز هيدي الموجودة عندنا، حمل كيس هلقد فيه 2 كيلو حقه 160 ألف دولار. اليوم لازم تنتلف هالمواد يا حضرة المسؤول، ما عاد تحمل قضاء. هلا المشكلة إذا بدنا نفوت بالزوريب ما لي عين خبرك وزارة البيئة. هلا هلا معرق لي عنا مجلس الماء والعمار، مش عم بفهم أنا ليه مجلس الماء والعمار بده يعلق كله تلوث البيئة والحريق والمواد وكيف بدها تنقل أمنيا. شفت مدير المخابرات، شفت قائد الجيش، شغلة مسؤولية. أنا أول مرة بحط إيدي بموضوع تلف مخدرات بده يكون معمول على أصوله. بركي عم نحرق طحين ويضحكوا على العالم، بركي عم بيحرقوا هو كلهم، بده يجي ضباط ارتباط، بده يكون في وسائل إعلام، بده يكون في إشراف النيابات العامة، بده يكون مراقبة هالنوعية الكمية. مش نحرق 40 وهن 80 ونقول نحن حرقنا 80، هو كلهم بدهم موافقات. طب أحد المسؤولين أحد المسؤولين هاي نكتة لح نخبرها يلا عيب بلبنان، بجاوبنا إنه لازم تردوها لصاحب المصدر هيدي المواد.
لانه ما في قانون بلبنان الدواء وقت اللي بيخلص تاريخه نحن بنجمعه على البورد بنرجع بنوديه للشركة لما نعطيت الفلوس. طب سابقا كيف كنا نتلف كوكايين او جرافي على امبارح بصيدا دعيني مدير عام الجمارك بالانابه لانزل ما نزلت بصيدا امبارح تلفوا حشيشه مثلا بالجرافي بيمروا عليهم بالزباله بيحرقون وهيدا شيء غلط وعم نحكي كميات كبيره مش أوكي. عم نحكي كيلو 2 كيلو طيب قريبه بتعتبرها من هلا العشر ايام اذا ما خلصت ادق لها الشغله قلنا من ايام العقيد جردي 11 سنه 10 سنين وموجودين امبارح وقت طلع الانفجار باربع عقاب تلفنت اطمنت على الشباب اطمنت عليهم قلت لهم دخيلكم يقوموا طلعوا اربع ابواب مفتحين وهري هالمخدرات على الارض رجعوا جمعون وضبون وسكروا الكونتينر ما عاد ينتركوا بس انا بوعدك بعد 10 ايام اذا ما عطيونا الموافقات 3000 ما خص الجمارك انا يا خيي كزلمة عم براقب الموضوع أوكي. طالع اعمل مؤتمر صحفي وفرجي وسمي مين عرقل تلف هالمواد على البول اهلا وسهلا فيك قلت في فضائح وحقائق بالاسماء انت دايما ما بتخاف لحد هلا نشكر الله مع 100 تهديد لحد هلا شوف صفحة الفيسبوك يعني بعد الحلقة رح تخاف اذا يعني وصلت اذا بقريك التهديدات اللي عم بيجوني يعني اكيد بدك توصل لمحل تخاف يعني طيب قل لي بعائلتك بولادك بهددوك بشغلك قد ما بدك يعني هاي قصة البنك بدك تقلي بالصدفة تسكر حساب البنك وموقع الجمعية البلوكات ما فيك تمرق على الجاد بدك تزور بلاتفوت هي كله تضييق علي انه ما عندهم شيء يلقطوا علي عملوا غلط بترجموها بالاشياء طب شو يعني فضاح يعني فضائح. فضائح شو يعني انا كمان بحكي بدنا نحكي يعني الحقائق نقلا عن بعض مواقع الالكترونية و اذا بدك اليوم عندنا رئيس مكتب مخدرات البقاع يلي كان عم بينقل بالقلية العسكرية وبياخد عن النقلة 2500 دولار نعم. بدنا نحكي عن رئيس مكتب المخدرات المركزي اللي كان هلأ بعد الموقف يلي ببيع أبو سلي هلأ يمكن معهم حق يمكن الجماعة أوادم يمكن بدنا نتائج هالتحقيقات نعم. لازم نشوف يمكن ظالمينه لهالجماعة نعم. نعم. اليوم رئيس مكتب المخدرات بعد شهر بس توقف هو بعض الحالات ثلاث ضباط وعشر عناصر 11 بس صار في تحقيقات إدارية من شهرين صار في تحقيقات إدارية طيب وين هي بدنا نعرف نتيجها يمكن مورط عدد أكبر يمكن هيد ضابط كان في مسؤول أعلى منه عم بيقبض منه يمكن وصلت لعنده وقفت يمكن ظالمينه انتبه اليوم أنا عم بحكي يمكن حرام تجي ضابط عقيد عميد تجي تحطمه وتقول عنه عم بيقبض من أبو سلي وما يكون عندك حكم طالع يو هودي لازم يصارحوا الشعب اللبناني فيهم يعني ما عاد مصنوع مسؤول أنت مفروض تلتجي لإله أنا صار عندي مشكلة عند مين بروح أنا كرئيس جمعية بدي روح احتمي برئيس مكتب المخدرات مفروض يأمن لي الحماية طب كيف شو عرفني اذا رئيس مكتب المخدرات طيب. بامن له يوم ما بامن له نرجع بالارقام اللي عندك فينا ناخذ شيء منها يلا اكيد أمكن. قبل ما يخلص الوقت بدك تعطيني بس دقيقه ما فيك تاخذ وقت يلا نبلش بالارقام عندنا الكابتاغون 38 مليون حبه كابتاغون هودي عم نحكي اول السنه لليوم هلا المخرج باسم رح يرتب لك وقت زياده 38 لانه بس نحكي عن النشاطات يلا تكرم 38 مليون حبة 38,786,700 وحبتين هودي ملقوطين من أول السنة لتاريخ اليوم هلأ عنا دوبل هلأ لح يدوبل عملية ما فيناش نحكي كتير عنها كوكايين 233 كيلو فاصلة 905 جرامات كوكايين قديل كيلو أقل شيء 80-100 ألف دولار حقه أقل شيء على الفريش فريش دولار لا بيأخذوا تشيكات مثل ما توقف ضابط قابض تشيك مرتجع بتذكر هاي القصة من سنتين اوكي حشيشة عم نحكي 646 طن وترامادول 67 صندوق نعم هودي بس كشعبة مكافحة المخدرات اليوم نحن منقارن بين قوى الأمن الداخلي حكيت العقيد جوزيف مسلم من وجه له تحية رائعة جوزيف أعطيني إحصائيات قوى الأمن وعم نشتغل تما يكون في زيت العمليات يعني تما يدوبلش الرقم لأنه قوى الأمن عندهم 42 ب 38 يمكن تطلع 42 زيت العملية الجمارك حاسبينها هلأ عم نغربلهم وإشياء دقيقة وأمنية يعني مش مين ما كان بيقدر يحصل عليها السنة الماضية جمعنا فرع المعلومات مشكورين ورائعين فرع المعلومات عم بيعملوا هني ومخابرات الجيش إنجازات هي حرام ما يكون مكتب المخدرات عم بيعملها يعني اليوم
فرع المعلومات ومخابرات الجيش عم بيشتغلوا شغل بالشغلهم. أوكي. الأرشيف والكل شيء موجود بمكتب المخدرات، بس لأنه مكتب المخدرات ما في عديد، ما عندهم تجهيزات، ما عندهم قدرة مالية، ما عندهم قدرة متطورة مراقبة بلا بلا بلا، عم بقيت الأجهزة عم تبرع قدام هذه الأمور. منوجه لهم تحية، فرع المعلومات مخابرات الجيش شابو بال. الأرقام اللي عاملينها السنة الماضية والسنة بتشرف لبنان، ولا جهاز بالعالم عم بيقدر يلقط هالكميات. عندنا شيء بعد أرقام ولا بننقل لغير شيء؟ أرقام كوى الأمن الداخلي بدنا نقارنهم ونظبطهم. طيب. يعني اليوم موضوع الكيتامين، يعني قلت لي بدك تحكي عنه، يعني شيء صار هذا بالتعاون مع نقابة الصيادلة؟ صحيح، دكتور زياد نصور قدمنا من شيء 10 سنين عم يتابع الملف. ما عندنا قانون للكيتامين، بنج البقر والأحصنة كانوا اللي عنده مواد زراعية. شو له علاقة بالمخدرات؟ صاروا يستعملوه المدمنين محل الإيروين، بس ما كنا عم نحكي عنه تما نعمل له دعاية. كيتامين بيروح بيشتري تخيل بقرة ببنجها، الحصان بنايمة، كيف بعد إنسان؟ نسبة الأفيون فيه نسبة كتير عالية. رحنا على وزارة الصحة، كان دكتور وليد عمار، نوجه له التحية، هلا طلع تقاعد، هلا في محله دكتور جوزيف الحلو على سلامته هالحكيم. مش معقول 24 ساعة أنا بقول له دكتور حلو ما بترتاح. قدمنا مشان نضم الكيتامين للوائح المخدرات. اشتغلنا 7-8-10 سنين. امبارح هل قد بدأ؟ كتير. هلا عم نشتغل على قانون المنشطات، كان عندي رياضية معنا معنا قانون. تخيل الاندي المحل ما بتروح الجيم كل واحد بيخترع ماركة ومواده وبيبيعها مش معروف شو هي، بتيجي بتسأل وزارة الصحة بتقول لك مش اختصاصها، مش عندي. بتسأل وزارة الشباب الرياضة مش اختصاصها. بتسأل وزارة الاقتصاد بتقول لك مش شغلتنا. وعدني استاذ زايد خيامي، كان عندنا من 7-8 ايام بالجاد، وقال لي جهزنا القانون. نحن عم نشتغل على عدة قوانين، يعني مع دكتور موسى بلجنة حقوق الإنسان لتعديل قانون 98. بنرجع بذات الوقت كنا شغلتنا. الكيتامين ضيعتني، شو صار؟ الكيتامين طلع القانون وصار ضمن جداول المخدرات، بيمنع حدا يشتري. ما عاد بقى اللي عنده مواد زراعية بيعه، صار بدك تروح تاخد رشدتا، تروح على الصيدلية تاخد موافقة وزارة الصحة لتستورده، مش مين ما كان بيقدر. منشطات رياضية من هيك عم نحكي عنه. منشطات رياضية. خلص القانون، وعدني استاذ زايد خيامي بين دقيقة والتاني بيطرحوا بمجلس النواب لياخدوا عليه لينضم ليصدر رسميا. يعني بحسب الوقت عندي سؤالين لك بدي منك تجاوبني عليهم. قلت لي بالرغم من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة بلبنان، قيمة المشتقات التبغية اللي استوردها لبنان $2 مليار. صحيح. مدير بوزارة المالية صديق لنا، كنا باجتماع بوزارة الصحة. حلو. لبنان مستورد السنة الماضية مع كل الأزمة مليارين، $2 مليار. حلو. فريش دولار طالعين من لبنان حق مشتقات تبغية، بوقت بدنا ليرة من غايمة. يا عم جماعة وقفوا أرجيلة، وقفوا سيجارة إلكترونيك، وقفوا ما في خبرك. أعداد 16 سنة ما بيمشي إلا السيجارة بإيده مبسوط فيها وآخر موضة. أستاذنا الموضوع هلأ لحتى أعطيك شوية وقت تحكي فيه. صحيح. زراعة القنب الهندي لأسباب طبية، قديش قعدنا على هالطاولة وقديش حكينا وقديش وقديش، ولا اليوم نحن وين؟ القانون خلص، مضيفة خيمة رئيس مجلس النواب، راح على شفنا وزير الزراعة آخر شيء واقف عنده. نحن عم نساعدهم. ليش واقف عندهم؟ يا خي بدون شكله لجان، واللجان صارت مثل كل شيء بلبنان، انت يعني بيطلع لك هالقد، انا بيطلع لي هالقد، انت المدير العام. ما قبرت المشاريع بقول لك المخرج بس لا يجوا يألفوا اللجان، وهذه اللجان بده يكونوا اشخاص نضاف فايت على موضوع كتير دقيق وفي اشراف دول عليه. لكم دور انتم كجمعيات؟ اكيد. انا بس الجاد الجمعيه الوحيده اللي فاتت معهم بهذا الموضوع. الجمعيات كلها بعدها معترضه على القانون. انا كنت اول ناس عم بحاربه وبتعرف، بس وصلت لوقت خلص القانون وطلع ووافق عليه رئيس جمهورية، على القليل يفوت راقب، على القليل دقق، على القليل يدخل جهات دولية. صوتك مسموع رح يكون جوزيف، على القليل يكون في حدا. طيب شو بتركهم وحدهم يعملوا القانون ويمشوا فيه ويعينوا اللجان ويعينوا الأشخاص مثل ما بدهم على الطريقة اللبنانية؟ على القليل يكونوا قاعد تمنع تعيينات. على القليل بطلع بحكي أنا عم زور ولاك. فخيمة الرئيس قال لي شغلي واحدة، قال لي بموضوع المخدرات وبالأخص القانون، أنا حدك للآخر، وهذا الوحيد اللي بيشرح سير فيه حدا وين كان موقفه. أوكي. كان فخيمة الرئيس موقف القانون بطلب مني والساعات النايب ماريو عون، كان مرئين شغلة بالقانون، وقفوا بالقصر ما مضي. أوكي. على القليلة
كون جوا وبراقب وبدقق بالموضوع. ميدانيا امتى ممكن يعني نلمس الثمار اللي احنا عم نحكي فيه؟ زرعنا وصلنا للمبتغى اللي احنا بدنا اياه طالما عم نحكي طبيا. هلا كصناعه طبيه ما في، كلنا بنعرف الـ FDA وكاله التغذيه. لمين رح نزرع؟ نحن لنعمل منتوجات. اليوم انا عم بشجع على المواد التجميل وانا عم بركض لاعملها، الشامبوان، الصابون. شفت المغرب، الامارات ما لي عين خبر، الامارات إلى سنة ونص بتبيع CBD، ونحن وقت نقول CBD لبناني يلي هو بديل التي أسين. توضح للناس اللي ما بيعرف شو CBD يعني. كانابيديول يلي هي المادة غير مخدرة اللي بتطلع من شتلة الحشيش، يلي هي شتلة منجيب لها بذرة منزرعها منرقبها منقطفها ومنعطيها للدولة، الدولة بتحولها على المختبر وبتعطيها للشركات يلي بدها تصنع. الإمارات، تركيا، المغرب، مليارات من الدولارات عم بتطلع، ونحن بعدنا عبء علينا. عنا كل سنة 7,000-8,000 موقوف بسبب له علاقة بزراعة المخدرات وموضوع المخدرات. ونحن بأمس الحاجة، ليه ما منحول هالشتلة السامة اللي بيتعطوها الشباب من المخدرات لشتلة تصير صناعية ويستفيد لبنان منها والعيل، والمزارع يبطل مطلوب. جوزيف، في هذا النفس اللي انت عم تحكي فيه، إمكانيات تمويل دعم جاد من مين مأمني لحتى بقيين على هذا النفس؟ هلأ مثلا عندي شخصين بشكرون، سام الحلبي والياس يازبك من أمريكا، هني معي بالجمعية بيدفعوا لي نتفة مصاريف. يعني نحن عم تتراكم الديون علينا، ليش عم نجرب نطلع لبرا؟ من 10 أيام كنت بالكويت، من شهر كنت بالعراق، عم نجرب نلاقي شراكة. شو بتوفر لك؟ شو بتوفر لك هالطلعات لبرا؟ هلأ بالوقت الحالي ولا شيء، بعدنا عم نأسس. إثبات وجودك يعني مثلا يعني. كمان بتدعم لبنان، نحن خسرنا رخصة الجمعية بأوروبا إلا من سنة 2000 جاد مرخصة بالاتحاد الأوروبي محكمة شتاوفن بفرايبورغ بألمانيا، خسرنا الرخصة. ليه؟ هلأ عنا الوزارة الشباب والرياضة مهددتنا السنة إذا ما لعبنا بالاتحاد الباسكتبول بطولة لبنان لح تروح رخصة الباسكت يلي عنا إياه، رخصة الرياضة ضد المخدرات، كله بدك تدفع بدل الاشتراك. إذا هلأ فريق الباسكت، هلأ عندي مشكلة، يا ريت حدا بيساعدني، بدي 20 شورت وقميص بحط لهم دعاية عليا لشركة مرتبة معروفة مين. طيب إذا بدي جيب لهم سبادرينات، صناديق ماي، ملاعب ليتمرنوا، ما كله بده قدرة مالية، ولا حدا هامه. بتجي بتقول لهم تجربة غريبة بالعلم، رياضة ضد المخدرات، ما حدا عملها، ما حدا بهمه. بير عم بحكي مع المختار ميشيل جبران رئيس رابطة المخدرات، نوجه له تحية لابو الميش، رح يكون ضيفنا قريبا، كان معنا وقت كنا عاملين رياضة ضد المخدرات. هلا دخيلك مختار، افيش غيرك، لي لي حال بدي 20 شورت وامين. هو اخر شيء، هو الاشخاص ما فيك تضلك تضغط عليهم. هلا عنا بعد، خليني مر بس قبل ما يعني يخلص المخرج، بدك تختم انت يعني. ايه قبل ما يخلص الوقت بس دقيقه. نحن كنا محضرين ل 40 مسن نهار طويل بحريسة، غدا وتلفريك واوا، اجلنيهم لانه عنا بأي مناسبة نشاطات عطول جاد يعني، ولا مرة ما بنعملهم. عندنا رولا مرته للفنان توفيق تنوري من إلا سلامتك عامل كورونا، وعندنا شخصين بالجروب الختيارية المسنين عامل كورونا، اجلناها اسبوع. بس مرته للفنان توفيق تنوري صبية، رولا عامل حرام وصاخ صبية صبية، لا هو صبية وختيارية. لا رولا هي بتساعدني بالتنظيم، وتوفيق اعطيناه كرمناه. ما في حدا فنان قده بيركض معي للايتام للمسنين ولل انا بلاته في ما في اعمل نشاط ولا 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 اي شيء يعني بقدر اعمل. انا بدي اقول لك ميرسي. شو عندك؟ ميرسي لك. لا خير، الله خلص الوقت، مش هياخذ وقت غيري. ميرسي باسم جابر، طبعا للفريق اللي كمان عم بيعاونك لانجاز هذه الحلقه. بدي اشكر سعاده اللواء دكتور سعد معن، رئيس خليه الاعلام الامني ومدير دائره العلاقات والاعلام بوزاره الداخليه العراقيه اللي كان معنا عبر الهاتف، وجوزيف حواط رئيس جمعيه جات شبيبه ضد المخدرات. انا بشكركم، بشكر متابعتكم، الى اللقاء.